لانكم نصلص كل بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن رسمة، ورسمة راح تكون عن نخلة. ويلا نبلش. اول شيء راح نحتاج بس لزق، طبعا ما راح نستعمل، راح نستعمل بس الدويرة وصحن مدور وقلم والوان ومسطرة. ويلا نبلش. هلا بدنا نحتاج اول شيء الصحن، حطوه يا اما صحن يا اما سادة اللي بتكون، مو مشغلتكم مدورة وبس. ندور هيك، خلصنا من الصحن. هلا نجيب هلا المسطرة وناخذ هلا اللون الأزرق الفاتح أو الغامق. والله بدنا نبلش نعمل خط، بس خط واحد. والله بدنا نبلش اللون، طبعا بدنا نعمل هيك، يعني شوفوا هيك، خلي هيك لون ابيض كأن البحر الحقيقي، بيكون في هيك فراغات صغيرة، يعني بيكون في شوية لون ابيض. تابعوا انتو هيك، هيك طبعا هي الرسمة بدها تركيز، حتى هاي يعني حتى هون هيك. لازم يكون في فراغات ضروري مثل ما قلت لكم من قبل. يلا كمل. بكمله وبرجع لكم. لما انتو باكد عليكم انكم تخلوا فراغات. وهلا بدي اخذ اللزق نحطه هيك مثل الشمس، و والله بدنا ناخذ لون احمر مندور هيك. هيك هلا بدي ابلش اعمل خط مسطرة، هيك خط خفيف جدا. والله بدنا نبلش ناخذ الاحمر ونلون هالشكل اللي فوق، طبعا ما نلون هون، نلون بس هدول. هيك زي ما انتو شايفين. طبعا انا كتير بحب الرسم، شوفوا بلون هذا كله وبرجع لكم. وهلا بنحتاج هاد الالوان، نحتاج اصفر وبيجي واورنجي يعني برتقاني واسود. هلا بدنا نحتاج البرتقاني وبنعمل نص يعني هيك، هو النص هاد هلا عم بكمل. كتير كتير قررنا نخلص، والرسمة بدها تكون كتير حلوة، راح تطلع كتير حلوة. هيك حط شوي فوق الأحمر. والله بدنا ناخد الأصفر ونعمل هيك. هيك والله بدنا ناخذ هذا ونبلش
او الاحمر، الاحمر صح نسيت. والله بدنا نلون هيك يعني بين الشمس، هي بدها تكون شمس. ألين هيك شوف شلون. وهلا بنروح من الجهة الثانية ونبلش نعمل هيك. هيك هلا بدنا ناخذ الأسود نبلش نعمل هيك. هيك نلون هذا. طبعا بده يكون شكله شوي غريب، بس هي بده تكون حجرة. وفوقها بده يكون في نخلتين هيك. نبلش نعمل هيك يعني الورق طالع منا. هيك والله بدنا نعمل وحدة تانية. والله نعمل حجرة تانية بس ما رح نعمل فيها نخلة، بس حجرة عادية. والله عم بعمل حجرة وعم بلونها. هيك طبعا خلصت الرسمة بس عم بكمل. ترى هيك طلع شكلها. وبدي احط هون، حبيت ازيد هون شوية عصافير. هيك هيك. طب ما رح يبين كتير بس معلش. هلا بدي اكتب التاريخ 27/1/2021، اكتبه بالستيلو يعني قلم. يلا هلا بدي اشرح لكم شرح خفيف سريع عليها. طبعا جبنا صحن ودورناه وجبنا لزقه من الشمس، وقلت لكم تدخلوا فراغ عشان البحر انه بيكون فيه شوية فراغ يعني ابيض، بيكون لونه شوي ابيض. وهنا حطيت نخلتين وهنا شوية عصافير وحطيت حجرة يعني هيك، وعملت الوان هيك وطلعت كتير حلوة. شو شلون وهي الرسمة كتير كانت سهلة وحلوة، وبتمنى انه انتو كمان ترسموها لانه كتير رح تطلع حلوة معنا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل شي جديد. وباي، نتلقى فيديو قادم ان شاء الله.